زي ما كنت بتكلم مع زملائي الأعزاء إيمان وسحر من نشرة التاسعة، لازم نقول إن العالم الحقيقة قبل الذكاء الاصطناعي كان في منطقة وحاجة، وبعد الذكاء الاصطناعي أصبح ليه شكل تاني، هيكون حاجة تانية تماما، هيغير حاجات كتير. الإبداع نفسه الإنساني بيواجه تحديات وتغيرات كبيرة بسبب التقنية المرعبة دي. يعني إيه غير؟ يعني زي ما أنا حكيت كده معاهم إنه إحنا ممكن نتفاجئ برموز معينة إحنا عشنا عليها، استمتعنا بيها، قدمت فن رائع، إنك تلاقيها بتتغير. الأيام اللي فاتت إيه اللي حصل؟ برامج الذكاء الاصطناعي بتستخدم الحقيقة الأصوات، وضع أصوات مطربين أجانب علشان يقفوا يغنوا مثلا أغاني عربي، تلاقي مثلا مطرب أجنبي أيا كان هو مين يغني أغنية عربي دمها خفيف، فأنت ما تبقاش فاهم الهوية نفسها راحت فين. الغريب أن الكل اتفاجئ أنه كمان الملحن عمرو مصطفى كمان قال وأعلن أنه هيعمل ألحان جديدة وهيستخدم في غنائها صوت السيدة أم كلثوم. إزاي؟ عن طريق الذكاء الاصطناعي. وده بصراحة يعني عمرو طبعا يعني احنا عارفين هو يعني ملحن شاطر ومطرب وليه كينونه كبيره في الوسط الفني والموسيقي، ما نقدرش ننكرها ابدا، لكن قدام علامه قدامه وقدام الكلام اللي قاله الحقيقه ده علامات استفهام مش علامه واحده. ليه؟ لانه كمان احنا عندنا يعني اشياء قانونيه كثيره، منها حقوق يعني الحقوق الخاصه بكل صوت وبكل اغنيه، يعني استخدام صوت فنان مثلا راحل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وايضا بيخلينا نقول طيب تساؤلات اهم، ايه المخاطر اللي ممكن يعني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي ممكن تحول هذه الوسيله الى تدمير؟ يعني ايه تدمير للدرجه دي؟ ايوه، احيانا تطوير الابداع وانك تمسك حاجات كده، اقول لكم بصراحه تعمل ايه؟ احيانا تقول ايه؟ ايه المسخ ده؟ الجمله دي عربيه، تقول ايه المسخ ده؟ ده شيء كده ما فيهوش حاجة حلوة، لأنه قيمة الأصوات وقيمة الرموز كبيرة بما قدموه. يعني هم قدموه في الزمن بتاعهم بأسلوبهم بألحانهم بكلماتهم حتى بطريقة الأداء، فلما أنت تيجي تستخدم هذا الرمز وبعدين تشغله بيغني أغاني من الزمن بقى اللي احنا عايزينه، مش هتتقبله. لأنه صدقوني، طب أنا هقول لكم حاجة، مش في مثلا عندكم تطبيقات معينة؟ وأنا شفت ناس كتير جدا ياخدوا صور ناس رحلوا عننا، فيبدأ يحط الصورة تحرك عينيه وإيديه، الحقيقة ما بتبقاش حلوة لأن أنت عارف إنها صورة وإن هو ما بيحركهاش بشكل طبيعي. الأخطر من كده بقى في الذكاء الاصطناعي إن أنت مثلا ممكن تاخد صوت زعيم ما سياسي أو حد في البرلمان أو أيا يعني شخص بيعمل حتى في مجال السياسة، تاخد خطبة، تاخد الصوت بتاعه تركبه على حاجات معينة تعمل مشاكل. الكونجرس الأمريكي الحقيقة بقاله فترة بيناقش قوانين جديدة، وده اللي أنا قلته، ما يجد علينا لابد من مناقشته. إيه هي القوانين؟ قوانين لمواجهة الذكاء الاصطناعي، وأهمها حقوق الملكية الفكرية اللي احنا بنقول عليها، كل صوت، كل إبداع، كل شيء تم إبداعه ليه حقوق ملكية فكرية. وإحنا في مصر الحقيقة يعني بقينا ننتبه جدا وعندنا قانون وبنحاول كمان إن احنا نحافظ عليه. طيب خلونا بقى نرجع لمصر ونشوف كده موضوع إعادة استخدام صوت سيدة أم كلثوم، هل ده ممكن يعني يوصلنا، أو أنا أقول بصوت عالي، أن هنفضل نستمتع بصوت سيدة أم كلثوم ولكن في أغاني مختلفة؟ طب إحنا ممكن نقبل ده؟ مش عارفة، أنتوا ممكن تقبلوه؟ يعني ممكن أنا مثلا، خليني أقول كده افتراضا، أسمع سيدة أم كلثوم مثلا بتغني أغاني مثلا حد تاني، صوت مطربة تانية، حتى لو كانت المطربة ناجحة وصوتها ناجح، هل أنا هتقبل ده؟ طب الملكية الفكرية هتقول إيه؟ طب الحقوق بتاع صوت السيدة أم كلثوم، الشركات اللي أنتجت هتقول إيه؟ ده اللي خلانا هنا نعمل اتصال سريع ونعرف من المنتج الكبير محسن جابر هذا الموضوع. مساء الخير. مساء الخير يا مدام شفكي. مساء الخير على حضرتك. الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه، أنا شخصيا ممكن أبقى قلقانة كمواطنة، أنا ممكن أسمع أو حد يعني يسمح لي باستخدام صوت السيدة أم كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، مع حفظ كل الألقاب بزمنهم وأغانيهم الإبداع والجمال، يروحوا لزمن تاني وأغاني تانية وألحان جديدة؟ لا طبعا، يعني هو ده أنا بعتبره تشويه للتراث، ويعني
لعب بالنار في انه يقرب من المنطقه دي خالص يعني، وخصوصا الاصوات دي يعني اصوات السيده ام كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، دول اصوات خلاص بقوا عايشين في وجدان الناس يعني. صحيح. يعني لازم يكون اي انسان حذر في التعامل سواء اعلاميا او فنيا، او زي ما شفنا في السوشيال ميديا النهارده الخبر بتاع الاخ عمرو مصطفى. الحقيقه يعني انا حزين جدا، عمرو من الفنانين اللي انا بعتز بيهم طبعًا جدا. طبعا طبعا. هل حصل اتصال بينك وبين عمرو مصطفى، او يعني حضرتك تاكدت من انه الكلام ده سليم تماما؟ ما هو حاطط البوست بتاعه وحاطط حته من المقطع من الاغنيه، ولو كان عايز يقول اي حاجه كان اتصل بيا يعني. تمام. زي ما بقول لحضرتك هو يعني انا اللي اكتشفت عمرو مصطفى. اول اغنيه في حياته اللي هي خليك فاكرني اللي انا عملتها لعمرو دياب، ده كان اول اغنيه في حياه عمرو مصطفى. تمام. وانا بعتبره يعني ولد من اولادي يعني. طيب. بس انه يعني يقدم على هذه الخطوه، الخطوه دي منتشره عالميا، بس مقابل انها منتشره عالميا في حقوق ملكيه فكريه عالميه وقفتها. تمام. انما ان احنا نستعملها بقى في الشرق الاوسط في الدول الناميه، ونستغل لان في ثقافه مجتمع ما هيش فاهمه حقوق الملكيه الفكريه، لا ده عبث لازم يتوقف عند حده. ولانه لو 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 ثابت الاغنيه دي هتلاقي سلسله من الاغاني ومن التشويهات اكيد اللي مش هتقدر تتوقف ابدا بعد طب كده. طب هل انا اقدر اتكلم مع حضرتك كده، هنتكلم احنا بصوت عالي؟ موجود في بلدنا دلوقتي حاجه عنوان كبير جدا احنا مشغولين بيه وبيقوم بتوصيات ولجان، وهو الحوار الوطني. واعتقد في اليومين دول من امبارح للنهارده في قضيه الثقافه والهويه الوطنيه، انا بعتبر ان رموزنا دول جزء من هويتنا احنا الوطنيه. هل ممكن بسرعه يكون في وثيقه تقدم للحوار الوطني يتم مناقشه هذا النوع علشان يكون في قوانين اكتر تجد على حقوق الملكيه الفكريه، تجد على استخدام الرموز، وتبقى ايضا هذه الورقه المقدمه سريعا ونطالب بها الاساتذه القائمين على الحوار الوطني بان هذه الورقه الخاصه بدخول الذكاء الاصطناعي الى تغيير شكل واللعب بالرموز والالحان، وتبقى ورقه سريعه، لانه انا اعتقد ان الحوار الوطني هيخرج بتوصيات، وهذه التوصيات ممكن تروح البرلمان ويتم تشريع او ايضا تحديث بنود داخل القوانين زي قانون الملكية الفكرية أو قوانين بشكل عام. رأي حضرتك؟ شوفي حضرتك، الذكاء الصناعي مش متوقف عند منطقة الفن، هو الذكاء الصناعي داخل في كل حاجة يعني، في الفكر نفسه، حتى في الفكر السياسي، الفكر الاقتصادي، الفكر الاجتماعي، الفكر الإداري، هو داخل في كل حاجة. فعلشان تعملي له أو تسني له تشريعات دي لازم تاخد وقتها، و ولازم تدرس لوحدها. طبعا بس نخلق حوار، نخلق حوار ورأي عام. إنما أنا عايز أقول حاجة يعني. فضل. القانون المصري اللي هو القانون اللي صدر سنة 2002، اللي هو قانون 82 لسنة 2002، فيه الحقيقة ما يكفي لردع مثل هذه الأمور. تمام. يعني هو مش محتاج إضافة في القوانين تخص سواء الهوليجرام او تخص الذكاء الاصطناعي لحمايه انا بتكلم في خصوص المصنفات الفنيه. تمام. في ما يرضى يعني مثلا القانون ادى للفنان وورثته من بعده حق ابدي، مش حق مؤقت، حق ابدي يعني الى مدى الحياه. تمام. مش مدى حياتهم، الى مدى ما شاء الله الى يوم القيامه، حق ادبي لحمايه اي تشويه او لعب او عبث فيه سواء صوتهم او اسمهم او نسب المصنف. انت عارفه مثلا، انا عايز اقول حاجه عشان بس نكون واضحين، الناس لازم تعرف ايه هو العمل اللي هو عمله عمرو مصطفى. تمام. اتفضل. الذكاء الاصطناعي انك انت ممكن تقدمي في الابلكيشن اغنيه وتطلبي من 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 في الابلكيشن الى انه يعمل لك كلمات أغنية مثيلة بالشكل ده. يعني مثلا لو حطينا أغنية حرمت أحبك وقلت له أعمل لي أغنية بنفس، مش بنفس الكلمات، بنفس الموضوع، بنفس المعنى، أعمل لك أغنية جديدة
تمام ككلمات، تمام. ولو قلت له لحنها هيلحنها، انما تمام. كمان انك تستدعي وتقولي له سمبلي، احنا بنسميها في الفن سمبله يعني استقلاص صوت، سمبلي صوت ام كلثوم عشان اخليها تغني ده، مش عرفك ان لو ام كلثوم نفسها عايشه كانت هتغنيه. وهنا هي المشكله، هنا هي المشكله تغني الكلام ده. طيب يعني خلينا اعرف هنا الحقوق، حضرتك كمنتج ولك ايضا حق يعني هذه الحقوق الملكيه بتاعه هذه الاغاني، وايضا عائله السيده ام كلثوم، يعني ايه التصرف اللي ممكن يحدث لو فوجئنا بانه في اغنيه بصوت السيده ام كلثوم هتغني اغنيه تانية خالص لم نسمعها في زمن ام كلثوم؟ لا ده طبعا انا مش عايز اقول لحضرتك يعني الاجراء اللي احنا لسه هناخده احنا خدناه، يعني حتى البروموهات اللي موجوده على المواقع بالتاكيد في الوقت اللي انا بكلمك فيه ده اغلقت. تمام، احنا يعني مش لسه هناخد اجراء، يعني حضرتك خلاص خدت اجراء ضد هذه الافكار. انا وقفتها، وقفت تم ايقاف هذه الافكار. تمام بالظبط، انما الخوض بقى في يعني قضيه ارفعها على عمرو مصطفى او بتاع، لا مش ما هيش وارده في اللحظه الا اذا هو تمادى. تمام، يعني انا بقول لك بمنتهى الصراحه اذا تمادى. طب ليه ما حصلش شكل انه حضرتك تحاول الاتصال بما اننا في وسط واحد وكده، الاتصال يعني الفكره انه ايه اللي بيحصل، يعني حضرتك ممكن كمان يبقى في جلسه كده تفهم ايه اللي بيحصل؟ اكيد هيحصل في اتصال اكيد يعني، بس كان لازم تدارك الامر الاول، اللي هو وقف الافكار، وقف التصرف ده، وبعدين يحصل في حوار بعد كده. صحيح، أكيد. لان احنا هنلاقي سيده ام كلثوم دارت الايام هتبقى اي بقى اغاني اوعدك او اي حد او هتغني طول ما انا عايش، مش حدش هيقرب من أكيد. الحته دي أبقى. طول ما انت عايش يفضل الفن موجود، وطول ما احنا عايشين احنا اللي سمعنا واحنا اللي تاثرنا واحنا اللي اتبنى وجداننا بصوت السيده ام كلثوم. او هو لو عايز انا يعني هو الموضوع في ديفو واحد بس، اعمل الاغنيه اللي انت عايزها بالذكاء الاصطناعي، اعمل الكلمات، اعمل اللحن، اختار صوت، انما ما تنسبوش لصاحبته. يعني صحيح. مثلا المشكله العالميه بتاعت الفنان ديريك انه نسب الصوت اللي هو استنسخه نسبه الى المطرب، زي ما تنسخي صوت عمرو دياب وتقولي ده عمرو دياب، هنا بقت المشكله. اكيد انسخ الصوت بس سميه بقى، سميه اي حد، سميه محمد، سميه احمد، سميه زي ما انت عايز. ايوه صح. انما كمان تنسبه الى صاحب صوت الاصلي، ده هنا غش. طبعا منطقة وهو تانية. حضرتك قلت جمله اللي اعتقد هي الختام، وهو لو كانت السيده ام كلثوم باقيه حيه كانت ستختار ماذا تغني وماذا لا تغني. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا المنتج الكبير محسن جابر. هتفضل رموزنا المصرية موجودة، وهتفضل هي مادة الجذب لكل الملحنين والمؤلفين في العالم كله، وإن لم نكن نحن أصحاب رموز وأصحاب التاريخ نحافظ عليه ونغلفه بغلاف كده من يعني إيه من الذهب، إن إحنا محافظين عليه من إنه يتغير. أعتقد أي حد ممكن يغير في حاجات كتير، لكن بيتهيألي إن إحنا هنفضل محافظين مهما كان.